بسم الله الرحمن الرحيم. يتم تعبئة العطور عبارة عن زيت وكحول. يتم تعبئتها هنا بالمستودع عبارة عن تولات من الصين والزيت فرنسي. يتم التعبئة بتعميد من المدير التنفيذي السيد عامر الخضر. وبعد التعبئة يتم كبسها بمكبس العطور. وبعد التعبئة تضع في الكراتين وتغلف الكرتون مكتوب عليها Made in France, Black Eyes Made in France. وبعد التعبئة تعبئتها بالكراتين تسجن. بعد انتهاء من السلفنة توضع في الكراتين وتخرج إلى المعارض العملاء بتعميد من المدير التنفيذي السيد عامر الخضر. وأيضا زيوت النكهة طعم شراب كراميل شراب شوكولاتة. إيش اللي يعمل في شراب الشوكولاتة في الكراميل؟ توضع في العلب وتباع زيت فواحة. تباع على أنها زيوت فواحة تستخدم في المنازل دايركت. ايوه في زيوت الفواحه. شوف ده زيت فواحه شوكولاته. زيت شوكولاته.